السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك بجوج حبات ديال البيض، كيك يومي اولا كيك ديال ديما، كيك نوجدوه الكوتي اللي كيجي رائع وخفيف وكيجي بنين، ونوجدوه كيك يجي ساهل واقتصادي. ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنايا في اول حاجه كما كتشوفوا في اناء غادي نجيب جوج حبات ديال البيض. غادي ندير معكم هاد الكيك، غيجي بحجم عائلي، جوج حبات ديال البيض كما كتشوفوا. صافي، ملي كندير هاد جوج حبات ديال البيض غادي نزيد هنايا واحد الساشي ديال الفاني، ساشي ديال الفاني وقبيصه ديال الملح ضروري هكا باش كنعادل الذوق. وعندي هنايا كاس ديال السنيده بعبر، كاس العنبه. وغادي نجيب الباطور وغادي نطرب هاد السنيده مزيان حتى كتذوب ليا كاس السنيده وتضاعف الحجم ديالها. صافي، هنايا من بعد ما كنطربو بالباطور كما كتشوفو كيجي بحال هكا على هاد الشكل، كيتقال الخليط وكيولي بيض هكا. اولا كنطربوه بالخلاط اليدوي، المهم كنذوبو هاد السنيده. غادي نزيد كاس قل ربع ديال الزيت كما كتشوفو، اولا اصبع هكا بعبر كاس العنبه، ونعاود نخلط هاد الزيت ونزيد باقي المكونات. صافي، هنايا من بعد ما كنخلط الزيت غادي نزيد كاس ديال الحليب قل ربع حتى هو بعبر كاس العنبة أو لا ياغورت، ونعاود نخلط. صافي، غادي نوقف الباطور وغادي نكمل غير الخلاط اليدوي. غادي نجيب هنايا عندي الطحين، عندي جوج كيسان ونص حتى لتلاتة، نضيف الطحين نغربلو مع 16 غرام ديال الخميرة أو لا جوج ساشيات. صافي، وغادي نبدا نخلط بالخلاط اليدوي. غادي نزيد هنايا قشور ديال الليمون اولا قشور ديال الحامض هكا، حكيت القشور ديالها ودرت حتى العصير ديالها حتى هو غادي نديرو. صافي، كنبقى نخلط وانا كنضيف الطحين حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون ما ثقيل ما خفيف. صافي، هنايا من بعد ما كنضيف داك الطحين اللي عندي كيولي الخليط بحال هكا على هاد الشكل، كيبان بحال ثقيل كما كتشوفوا. غادي نزيد هنايا عصير ديال الحامضه اللي كيخلي لنا هاد الكيك كيجي منكه بالحامض، وفي نفس الوقت كيجي فيه واحد الخفه هكا، كيجي خفيف وكيجي فيه واحد اللوينه كيزوين، كيجي بيض هكا الكيك. صافي، درت عصير حامضه كامله وغادي نعاود نخلط حتى كتدخل ديك الحامضه، اولا ما متوفرش هكا الحامض كديروا الخل. صافي، هنايا من بعد ما خلطتو كيولي بحال هكا على هاد الشكل الخليط، من بعد ما ضفنا داك العصير ديال الحامضه كيزيد يضاعف الحجم ديالو، هاهو كيتنفخ كيدير دوك البقاعات بحال هكا على هاد الشكل. وغادي نجيب لاطا اللي غادي ندير كما قلت لكم غنديرها بحجم عائلي. هنايا عندي هاد الصينيه كما كتشوفوا قد هكايا، فيها 32، فيها 32 هكا ديال العبار ديالها، هكا تجي كبيره الصينيه هكا اللي كبيره كما كتشوفوا حجم عائلي، راه كبيره. صافي، راه دهنتها بالزبده ورشيتها هكا بالطحين. صافي، وغادي نخوي فيها الخليط ديالي ديال الكيك. صافي، كنحاول نبقى داكي كنساويها في هاد الصينيه اولا هاد اللاطا بحال هكا على هاد الشكل. وتزيين هكا اللي غادي نزين في مره واحده هكا، ما غاديش نعاود نخرجها ثاني من الفران ونعاود نزينها. عندي هنايا شويه ديال الزنجلان غادي نزينها به دابا، غندخلها مع الطيبه هكا كندردرو عليها من الفوق، وكيبقى تزين على حساب الذوق. اللي متوفر هكا كنزينو به الخلوه حتى طيب، ونزينو هكا بالكوفيتير والكوك اولا نزينو هكا باللوز ايفيل وندخلو هكا طيب، المهم على حساب الذوق تزينو بلا سكر كلاصي، المهم اللي متوفر هكا كنزينو به. انا عندي واحد شويه هكا ديال الزنجله غادي نزين بها هكا من الفوق وندخل هكا طيب معاه، غادي يجي فيها واحد المنظر زوين، وفي نفس الوقت المذاق حتى هو حاضر. صافي، من بعد ما درت عليها هكا الزنجله كتجي بحال هكا على هذا الشكل كما كتشوفوا انتوما،
كيجي فيها داك الزنجلان. دابا شعلت الفران كيسخن لاعلى درجه حتى كيسخن مزيان، وغادي نقص الفران وغادي نديرها كتحت شي لاطه، وغادي نخليها تطيب على خاطرها مده من 30 دقيقه حتى 40 دقيقه حتى تطيب لينا مزيان وتحمر لينا هكايا من الفوق، ونخرجها نوري لكم هكايا الشكل النهائي ديالها. هنا هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي محمره وطايبه وخفيفه هكايا، وكيجي فيها داك الزنجلان من الفوق حتى هو محمر، كيجي مقرمش هكايا من الفوق. ها انتما كيفاش كتجي، راه كتجي خفيفه اسفنجيه، كتجي روعه، وكيكه هكايا يومي وبجوج حبات ديال البيض، وكنحضروه بكميه كثيره يعني بحجم عائلي، نوجدوا هكايا للكوتي او للضيوف علاش لا. هذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناة وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد، وبصحة وراحة.